أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا. الله تجمعونا باش يهزوا السلعه يديوا كامل الجامع، نساء رجال اطفال، هادشي اللي كتشوف دابا هادشي اللي بان لك. وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم انت الغني ونحن الفقراء اليك، أنت القوي ونحن الضعفاء. وأخيرا الخوت السلعة وصلت للدار، ولكن ما وصلت للبلاصة في اللون ديال المنقطعين. داكشي اللي كنشوفو العيالات ديال الدوار. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. يستحقوا الاهتمام، يستحقوا تغطية إعلامية، كيبقاو فيا بزاف، لأن خاصهم طريق، خاصهم سبيطار، خاصهم محاربة الأمية، خاصهم تغطية إعلامية. كنتسائل على بعض الجمعيات اللي كيدعيو يدفعوا على حقوق المرأة أو على القضية الأمازيغية. أين أنتم من مطالب هؤلاء النساء؟ اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. واش نشوفوا واش نكدوا لنا الهزه فيها زور ولا ما كاينش؟ هذه جوج يا جوراتي ما ثلاثه راه ما نكدش عليهم انا. انا واجد تا انا غنهز معاكم غنضامر معاكم تتقين هذا الشيء بالله. شوف اللي باغي يدافع على حقوق المراه يجينا، اللي باغي يدافع على الامازيغ يجينا. اما قضيه اللغه وقضيه الترصيب وكيتصرفوا ميزانيات، غير مثلا بغاو سبيطار، بغاو طريق، بغاو مسجد، بغاو مدرسه، بغاو محاربه الاميه، بغاو يتعلموا خياطه. سولهم عمر يجي مشيت شي دوار قالوا لي اخويا بغيناك ترسم لينا اللغه ولا بغينا نقراوها في المدارس. ما كاينش شي، ما عرفتش انا علاش الواقع كاين في طلبات وكيفاش كنشوفوا طلبات اخرين. صافي نديماريو ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. انت الغني ونحن الفقراء اليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا. وهذا الدوار اسمه دوار منداف من بين الدواوي أكثر تضررا نظرا لبعده عن حضارة يعيش فيه ما يزيد 130 أسرة ولا يصل إليه الإنسان إلا بعد مشقة في الطريق ويعيش فيه أغلب الناس الهشاشة والفقر وبالإضافة إلى عدم وجود شبكة الاتصال والسئم ومن معه يتحدى كل الصعوبات لأجل أن يصل إلينا، وها هو قد وصل وجزاه الله خير الجزاء. هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين
منقطعين أوصلنا الإخوان كما تشاهدون اللهم هب لنا شوفوا تبارك الله عملا صالحا ناس كلشي خدام بلا جميل ناس كلشي خدامة الله